انت حمد سليمان؟ ايوه. مش انت حمد سليمان؟ ايوه. في ايه يا عماد؟ ضربك ليه ده؟ اللي جاي بيضرب فيك؟ عملت لهم ايه؟ هو بيضربك ليه كده؟ واللي قبليه ضربك ليه؟ اقعد استريح حفاية. قول لي طيب عشان اقف اساعدك. هقول لك استريح. انا قلقان اصلا مش عارف ايه اللي بيحصل. ما تقلقش حضرتك استريح وانا هقول لك على كل حاجة. انا عايز افهم عشان اساعدك. انت خلصت الكلمات المنخطة؟ ما خلصتش حاجة، انا بس في المشكلة اللي انت فيها. طب انا اسيبك تذاكر، مش عايز اظلمك. يا عم انا عايز زي. بس عايز اريحك. ايوه. انت حمد سليمان؟ نعم. انت حمد سليمان؟ لا هو حمد سليمان اهو. انا حمد سليمان؟ انت حمد سليمان؟ خليك معايا. انا لا انا مش حمد سليمان، هو حمد سليمان. ازاي يعني؟ انت حمد سليمان؟ انا حمد سليمان برضه. ايوه حمد سليمان. انا عايز اساعدك والناس رايحه جايه تضرب فيك. تضرب فيها فين؟ مش ضربوك واحد عدى وضربك والتاني ضربك؟ ده اتنين مشكوك ضربوك على براخينك. ضربوني انا؟ ضربوك قدامي على براخينك. ضربوني انا؟ ايوه على براخينك، حتى انا قلت لك بعد الشر عليك. ده انا قاعد بحلف الكلمات المتقاطعه. وانت ماسك الجورنال ده الزفت ده نكدت عليا بيه، قاعد طول الوقت يقول لي انا حمد سليمان. حمد سليمان حبيبي. يا عم انا اعرفك. ازيك يا حبيبي؟ حمد سليمان ايه يا عم؟ ده حمد سليمان ولا لا؟ لا مش حمد سليمان. ده حمد سليمان ولا لا؟